سلام المسيح لكم أحبائي في الحلقة العاشرة من دروس نحو العبرية الكتابية، وهنستعرض فيها مع بعض الدرس السابع حروف الجر المنفصلة. درس سهل، نحاول نركز مع بعض. الحروف الجر ليها أنواع. حرف الجر هو حرف ما بنقدرش نحدد معناه إلا بعد ارتباطه بغيره من المفردات. يعني أنت ممكن تقول لي إلى معناها إلى، لا ده إلى دي ممكن يبقى لها معاني بس في إطار المفردات اللي جات مع إلى. فحرف الجر هو مجرد كلمة مجهولة المعنى، ما بيتحددش معناها إلا بعد ما الحرف ده يرتبط بغيره من المفردات. إيه أنواع حرف الجر؟ قبل ما أخش في الأنواع، الكلام اللي أنا بقوله ده معناه إن حروف الجر ليها معاني، وأنا فوجئت، يعني حصل لي نوع من الانبهار وأنا بدرس حروف الجر. وفي موقع اسمه موقع الأستاذ تقريبا أو دروس النحو، فوجئت ان في عنوان من عناوين الدروس النحو اسمه معاني الحروف او حروف المعاني، وفوجئت ان الظاهره دي موجوده في العربي مش بس في العبري، ان ممكن الحرف يبقى له 10 معاني، 15 معنى، 20 معنى، 25 معنى، 30 معنى، ده غير اصطلاحات لغويه معقده. فالموضوع كبير، هو الدرس بتاعنا صغير لكن الدرس ده يعني حلاوته في ان عينينا بتتفتح على كمية وتعدد معاني حروف الجر عند ارتباطها بمفردات اخرى. وده معناه ان انا اي حرف جر في النص العبري مش هحكم عليه بمعنى احادي فقط، انا لازم اشوف القاموس قال ايه، كتب الجرامر الاكاديمية تقول لي الحرف دلالته ايه في الحتة دي. فدي أهم حتة جميلة في الدرس دوت. طبعاً مش هقدر أستعرض كل دلالات الحروف، أنا هعمل سكيب، هكتاز الحتة دي، أنا بس هشرح شوية جرامر صغيرين، وحضرتك هترجع للكتاب نحو العبرية الكتابية. ده يعتبر أكبر درس من دروس الكتاب اللي هو حروف الجر اللي إيه المنفصل. ليه؟ أنا في الكتاب 16 حرف من حروف الجر المنفصل، وكل حرف له كمية رهيبة من الدلالات، فالدرس كبير جدا وفي نفس الوقت بسيط جدا، هو يعتبر كتاب مرجعي. طيب ايه انواع الحروف؟ في ناس بتصنف الحروف كالآتي: من حيث الاتصال يقول لك حرف جر منفصل، ودول انا حصرتهم عددهم 16. وفي ناس يصنفها من حيث برضو الاتصال يقول لك متصلة، يعني بتلزق في الاسم زي حرف الجر اللام، بقول له ولها ولهم، بتلزق ملتصقة متصلة. في منفصلة على المائدة فوق الشجرة، بكتب كلمة منفصلة. فحروف الجر المتصلة في اللغة العبرية 4، هي البيت والكاف واللامت وحرف الميم. من مع ان من ممكن يجي منفصل في بعض الاحيان، لكن الاستعمال العام لحرف الجر من بنصنفه من ضمن حروف الجر المتصل، رغم ان في بعض المناسبات كتيره مش قليله برضو بيجي بشكل ايه منفصل. فدي انواع الحروف من حيث الاتصال. لكن من حيث النوع ممكن نصنفها بطريقه تانية، نقول في حرف جر بسيط، ال الى عل على عم مع. وممكن حرف جر يبقى مركب من حرفين جر، يعني دي مي عل، دي كانت من وعل فتشبكوا مع بعض عملوا كلمة جديدة اسمها مي عل، معناها على او من على. او ممكن حرف الجر يبقى معقد، ان الحرف الجر البسيط يتصل باسم او ظرف ويكون كلمة جديدة
تعمل كحرف جر او ظرف مكان او ظرف زمان، وفي الحاله دي بنسميها حروف معقده. فدي تقسيمه الحروف من حيث الاتصال ومن حيث النوع. ايه هما ال 16 حرف؟ ادي 16 حرف هذا الدرس، الدرس السابع يركز فقط على حروف الجر المنفصلة وعددها 16 حرف. فنقراهم مع بعض، ولكل حرف دلالات متنوعة الكتاب بيغطيها، ومش بغطيها كلها صدقوني، يعني ممكن اقول بنسبة 90% انا مغطيها. في حاجات انا سبتها، في حاجات انا حاسس ان هي لسه عالية عليا مستني ادرس اكتر فيها، لكن الكم اللي موجود كافي انه يخليك تحس بألفة مع النص، وتحكم برضو على الترجمات اللي حواليك، ويديك نظرة نقدية في اللي بيتقدم قدامك، سواء اذا كنت بتسمع عظة او بتقرأ تعليق في كتاب، تبقى عينك بعد كده عين تقيم تقييم ايجابي عشان توصل للمعنى اللي قصده الروح القدس. خلينا نشوف الحروف بسرعة. احار بعد وراء، مول مقابل قدام، ال الى داخل، نجد مقابل قدام، شايفين اتنين دول شبه بعض، ايصل بجانب، عند، نوخح مقابل تلقاء، امام، ممكن احط هنا امام، هنا ممكن احط قدام برضو، ايت، الله الله الله، ايت اهي علامة المفعول به المعرف المباشر، هي ايضا تعمل كحرف جر منفصل بمعنى مع او عند. صفيف حول، باين يأتي حرف مضاف بمعنى بين، يعني ما بين النور وبين الظلمة، ما بيقولش باين بيقول بين، هقور وفين هحوشخ. عد الى حتى، بيعد وراء لأجل، عل على فوق، حلف عوض، عم مع عند، يعن لأن لأجل، تحت تحت أسفل. دي الحروف الستاشر. الكتاب بيكمل بياخد كل حرف على حدة وبيعمل له ايه الدلالات والايه والمعاني. تعالوا احيانا حروف الجر المنفصلة بتتصل بالاسم المجرور عن طريق الشرطة أفقية. مين فاكر اسم الشرطة دي ايه؟ مقيف. كلمة مقيف اسم فاعل، كلمة أرامية معناها رابط، يربط كلمتين ببعض عشان يبقوا واحدة كلمية واحدة، او ثلاث كلمات او اربع كلمات. إلها عير الى المدينة، علها أرض على الارض. فاحيانا بيجي شكل الحرف كده متصل بمقيف مع الكلمة المجرورة. احيانا حروف الجر المنفصلة تتصل او ترتبط بالضمائر المتصلة، بنسميها بالانجليزي pronominal suffixes. هنا بيحصل تغير شوية في الحركات، انا مش هزعجك بالنوع التغير، خلينا نستنى شوية لما ناخد درس الضمائر المتصل، لكن خلينا ناخد أمثلة مجرد ما نقراها نحس إن هي قريبة من نطقنا العربي هنقدر نحسها شوية. ده حرف الجر عال بمعنى على. هنا يعني نفسي أسألكوا وأسمع أنتوا بتنطقوا الاسم ده إزاي. بص، أولا دي بتح، حصل تغيير قمص قمص. هو في الواقع القمص يود فاف ده اسمه ضمير متصل من النوع الثاني، مفرد مذكر غائب اللي هو هو، يعني عايز اقول عليه عليه هو. فقمص يود فيف دي يود فاف دي الضمير نفسه. طب لماذا لا ننطق اليود؟ لانها في وسط الكلمه وبدون حركه، واحنا اتفقنا الحروف الضعيفه ايوه اللي هي الالف واليود والفاف والهاء اذا جاءت في وسط الكلمه بدون حركه تصبح صامتة زيب زليب، تشد السوست على الشفايف ما تتنطقش. لكن الفاف جاءت في آخر اللفظ، والفاف مؤشر على الضم، سبقها فتح، يبقى لازم تتنطق.
في الحالة دي نطقها ايه؟ علاف. علاف معناها عليه. علاف عليه. ال إليها يعني إليها، دي قريبة جدا من لغتنا العربية. إيصل بجانب، إيصل ليم، إيصل ليم، إصلي، عشان تشوفها ساكنة بعد حركة قصيرة، إصلي بجانبي. فأحيانا حروف الجر المنفصلة بتتوصل بالضماير، بيحصل تغيير في الحركات، ما تنشغلش بيه، لأنك أنت وأنت بتقرأ النص العبري هتقدر تحس، انت مجرد بتحفظ اشكال الضماير هتقدر تترجم على طول. مش مشكلة التغيير في الحركات، محدش هيجي يسألك ما نوع التغير الذي حدث في حركات حرف الجر، محدش هيسألك السؤال ده، بس لازم نقولك ان في ايه تغير. دلالات الحروف المنفصلة هتبتدي تقرأ بقى من صفحة 121 لغاية نهاية الدرس. عايز اديك دلالة واحدة، دلالة واحدة بس أو دلالتين. مثلا قام قايين على هابيل أخيه وقاتل. قام على، السياق بيقول لك إيه هنا؟ قام عليهم، فبيسموا على هنا على العدائية. ولما يجي نترجمها بالإنجليزي he rose against him، ما نقولش on، لو قلت أن تبقى مكانية، الخبز على المائدة. أخدت بالك إزاي؟ شايفين بقى الفروقات الطفيفة في حروف الجر؟ مثال تاني ونختم بيه. كلمة أحار قلنا معناها بعد أو وراء. الجماعة العبرانيين كانوا بقسموا الاتجاهات الجغرافية بحسب موقعهم من الشمس والبحر. فلما يقف كده وفي ظهره البحر الأبيض المتوسط، أنا بتخيل أن أنت فاهم خريطة فلسطين، يبقى ورا منه البحر، يبقى ده اتجاه غرب، لأن الشمس بتطلع منين؟ من الشرق. ولما يعمل ايده كده دي اسمها ايه؟ الشمال، عشان كده بابل وأشور كانوا فوق في الشمال. ولما يفرد اليمين سموا أرض الجنوب أرض التيمن، أرض الجنوب. شايفين الدلالات؟ فكلمة بعد أو وراء في بعض السياقات النصية جت بمعنى غرب. هديك مثال بقى في الكتاب، يقول لك وساق الغنم الى ما وراء البريه. فان دايك ما ادركش الدلاله، ايه ما وراء البريه؟ البريه فيها وراء وقدام، يعني ايه وراء البريه؟ ده بريه، فين وراءها وفين قدامها؟ هو عايز يقول وساق الغنم غرب البريه. يبقى هو كان في مديان مغوط جوه شوية بعيد عن البحر الأحمر، بعيد يعني، راح في اتجاه ايه؟ غرب. ساق الغنم غرب البرية. راجع الحرف ده في نصوص، ما هي جات في تكوين ثلاثة. شوف النصوص الترجمات العربية جابته ايه؟ مين أدرك الدلالة؟ شوف الترجمات الإنجليزية عملت ايه؟ الترجمات الإنجليزية الحديثة أدركت الدلالة وكتبت the west of to the west of the desert. يا رب أكون بس إيه فتحت ذهنك على أهمية دلالات حروف الإيه الجر، مش مجرد حرف كده ون إيه ونعديه. وضع عليه اسم جميعنا، وكأن بنحط الخطايا والأسام على المسيح بالكيلو. الجماعة اللي بينادوا بالبديل العقابي، ومنهم مش عايز أقول، ها ربنا يسامحنا كلنا على خطايانا، وكأن المسيح بقى خطيئة. بنسمع ألفاظ غريبة دي هنا على المسؤولية، يعني التعامل مع اسم جماعنا بقى رهن في إيد عبد الرب المتألم. لما نقول ووضع داود الجيش على يؤاب، يعني جاب الجيش حطه على يؤاب، مش معناها كده، دي على المسؤولية. أنت عليك كذا النهاردة، يبقى مش على راسك، معناها من مسؤوليتك. فاهمين ازاي؟ حروف الجر هتفتح اذهاننا عن معاني كتابيه بلا حصر، وهتدينا نور جديد في نصوص كثيره جدا. فمن فضلك اهتم بدراسه حروف الجر المنفصله، وذاكر بقى مفردات الدرس السابعه
في الدرس 7 بنستعرض مفردات سفر التكوين من 6 إلى 9، قصة نوح والطوفان دي باكش على بعضها، عايزك تذكرها بعد كده تحل تمارين الدرس، وألقاك عن قريب في الحلقة، في حلقة جديدة من دروس نحو العبرية الكتابية.